كما أضاف الرئيس السيسي أن المباحثات تطرقت أيضا لآخر تطورات القضية الفلسطينية حيث تم التوافق على ضرورة تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967. تناولنا آخر المستجدات المطروحة على الساحة العربية حيث توافقنا في الرؤى على أهمية دفع آليات العمل العربي المشترك بما يهدف إلى صون الأمن القومي العربي وحماية وحدة وسيادة مقدرات الدول العربية. ولا يفوتني في هذا الصدد أن أعرب عن خالص تمنيات مصر للجزائر الشقيق بالتوفيق والنجاح في رئاسة القمة العربية المقبلة. وقد بحثنا آخر تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق تطلعاته في دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.